سوي فيير دي ان غروب دي جوار كي حقيقة أنا فخور بما قدمه اللاعبون، لقد أدوا ما عليهم. في بعض الأحيان ارتكبنا بعض الأخطاء خاصة على الأجنحة، لكن ومع ذلك أهنئ اللاعبين على هذا المردود. تلقى روحك يعني تحت هدف من قبل صفر، تعود في النتيجة وتبحث على هدف ثاني. كنا نبحث عليه بطريقة عشوائية نوعا ما، ما كانش عندنا تنظيم، ما كانش عندنا تنظيم. هذا العامل النفسي هو اللي طغى على الجانب الفني، هذا ما كان ما عندهش تفسير واحد آخر.